بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي الطلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي من التعليم المستمر في درس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا راح يكون في وحدة الجمباز الوقوف على الكتفين والوقوف على الرأس متطلبات النشاط البدني دائما حاول النوم مبكرا وتناول اكلك الصحي المناسب في المنزل والابتعاد عن الغذاء الضار ايضا عوامل الامن والسلام ولبس الملابس الرياضيه شرط اساسي لاداء التمارين الرياضيه وشرب كميات كافيه من المياه حتى لو لم تشعر بالعطش خصوصا اثناء وبعد ممارسه النشاط الرياضي حتى تعوض السوائل اللي يفقدها جسمك من خلال التعرق اثناء ممارسه الانشطه الرياضيه، تمارس بعدها اي نشاط رياضي حتى تحصل على فوائد كثيره منها تحسين لياقتك القلبيه التنفسيه، تحسن صحه عقلك ومزاجك، تحافظ على وزنك الصحي المناسب، تقيك باذن الله من عده امراض كامراض السمنه والقلب وبعض امراض القلب يا ابطال والسكري من الدرجة الثانية وتجعلك قادرا على ممارسة جميع أنشطتك خصوصا الرياضية. وبما أننا تكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة جاهزين يا أبطال نجري حركات الإحماء على القدمين قف واقفين في مساحة آمنة ومرتدين الزي الرياضي مع بعض. تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال ندخل على التمرين الثاني تمرين سكوات القدمين تكون مفتوحة باتساع الكتفين أوسع قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن مع بعض تمرين جماعة إيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الثالث القبس على أطراف أصابع القدمين بالشكل هذا يا أبطال والقفز لمدة عشرين ثانية يا أبطال جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة عشر يعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الأخير بالشكل هذا يا ابطال نفتح القدمين من دون ثني الركبتين ثني الجذع للاسفل واليدين جانبا لمس القدم اليسار باليد اليمنى والقدم اليمين باليد اليسرى جاهزين يا ابطال مع بعض تمرين جمع ابتدي واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال ننتقل لجانب الإطالات وأول تمرين معنا للعضلة الخلفية للفخذ من خلال ضم القدمين والنزول والثبات على هذا الوضع لمدة عشر ثواني بشرط ألا تثني الركبتين يا بطل جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع. عشر يعطيكم العافية أبطال وآخر تمرين معنا العضلة الأمامية للفخذ من خلال سحب القدم اليمين باليد اليمنى والقدم اليسار باليد اليسرى جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسعة عشر غير قدم الأخرى يا بطل واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسعة عشر واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسعة عاشر يعطيكم العافية ابطال تذكر انه تمارين الاحماء دائما هي البوابة الرأسي الرئيسية لاي نشاط بدني مرتفع الشدة. اليوم راح نأدي حركات الجمباز واكيد نحتاج اطارات خصوصا للجزء العلوي من الجسم ابطال حتى نتقن اداء الحركات ونتجنب الاصابات. لذلك دائما قبل بدء اي نشاط بدني مرتفع الشدة ابدأ دائما بتمارين الاحماء حتى تحمي نفسك باذن الله من الاصابات. شوف درسنا لهذا اليوم الوقوف على الكتفين والوقوف على الراس. الوقوف على الكتفين اكيد انه من اهم المهارات في رياضه الجمباز يجب على كل لاعبي الجمباز معرفه الطريقه الصحيحه لاداء المهاره. الخطوات الفنيه من وضع الجلوس طولا والذراعان بجانب الجسم والكفان على الارض يتم وفق الخطوات التاليه، اول شيء يكون الجلوس طولا أبطال على الارض والذراعان تكون بجانب الجسم والكفان تكون على الارض. دفع الجسم للخلف حتى وصول الجذع والكتفين للارض وملامسه الراس والذراعين للارض، يعني معناته ادفع جسمي للخلف ابطال حتى يلامس الجذع والكتفين للارض وملامسة الراس والذراعين للارض. رفع الرجلين عن الارض خلفا والى الاعلى والركبتين والقدمين على استقامة واحدة. أي ابطال؟ أبدأ من وضع استلقاء على الظهر ابطال، واحاول دفع جسمي ابطال حتى يكون الكتفين والراس ابطال يشيران او يكونون قاعدة ارتكاز على الارض. ثم ادفع القدمين للاعلى ابطال وتكون على استقامة واحدة وتكون القدمين تشيران للامام. بعد ذلك مد الجذع وتحريك الرجلين لاعلى مع الاستناد بالكفين والعضدين ملامسين للارض، مع استقامه الجذع والرجلين والقدمين والوصول الى الوقوف على الكتفين. يكون الجسم مستقيما والقدمين في وضع راسي فوق قاعده الارتكاز. قاعده الارتكاز هي الكتفين، القدمين تكون فوقها بشكل مستقيم يا ابطال. الاهم يا ابطال ان يكون اداء المهاره بالشكل اللي احنا ذكرناه يكون من وضع الاستلقاء، دفع الجسم عاليا تكون قدمين على استقامه واحده مع قاعده الارتكاز اللي هي كتفين، والاهم يا ابطال يدين تكون في البدايه على الارض، وبعد ذلك تسند الجسم من خلال وضعها على الجذع حتى لا تفقد التوازن. نشوف فيديو المهاره يرفع القدمين للاعلى، نشوف الكفين على الارض. بعد ذلك دفع الجسم يكون يا ابطال من خلال وضع اليدين على الجذع والثبات على هذا الوضع يا ابطال. لمدة من خمس إلى 10 ثواني أبطال شوف رفع القدمين عاليا اليدين عندنا نشوف هنا وصل إلى وضع أكيد على استقامة واحدة نشوف الكفين أو الكتفين والقدمين على نفس الاستقامة يا أبطال الوقوف على الرأس هي أحد أهم المهارات في رياضة الجمباز ويجب على كل لاعبي الجمباز معرفة الطريقة الصحيحة لأداء المهارة الخطوات الفنية من وضع الإقعاء واليدين على الأرض باتساع الصدر والإصابع تشير إلى الأمام يتم الأداء وفق الخطوات التالية تكلمنا أنه يبدأ من وضع الإيقاع لازم نعرف الوضع أو وضع البدء يا أبطال في مهارات من وضع الاستقاء والجلوس أو من وضع الوقوف أو من وضع الاقعاء اليدين على الأرض باتساع الصدر حتى تشكل قاعدة ارتكاز أكيد يا أبطال وضع مقدمة الرأس على الأرض بحيث تشكل مع اليدين مثلثا أي اليدين يا أبطال وهنا الرأس حتى تشكل لي مثلث يا أبطال أو قاعدة ارتكاز متساوي الساقين قمته الراس وقاعدته اليدين يا ابطال مثل ما ذكرنا هنا الراس واكيد القاعده اليدين دفع الارض بالقدمين معا ورفع الحوض والجذع فوق اليدين ثم مد الجسم والرجلين عاليا ببطء ببطء حتى لا نفقد التوازن وحتى نستطيع الوقوف والثبات على الوضع لعده ثواني الوصول الى وضع الوقوف على الراس الذي يكون فيه الجسم عموديا على الارض والجسم مستقيم والذراعان مثنيتان بزاويه قائمه يا ابطال خلونا نشرحها بشكل عام على فيديو ابطال، يبدأ من وضع الإيقاع مثل ما احنا شفنا، اليدين على الأرض مع الرأس تشكل مثلث أو قاعدة ارتكاز أبطال، يكون يا أبطال بالشكل هذا يكون ببطء جدا حتى يصل إلى استقامة واحدة، ولو نلاحظ استقامة واحدة ونلاحظ هنا القدمين تشيران أيضا للأمام، هنا بدأ من وضع الإيقاع، بعد ذلك شكل قاعدة ارتكاز اللي هي اليدين مع الرأس، بعد ذلك رفع القدمين ببطء ثم على استقامة واحدة والثبات لمدة خمس ثواني أبطال شوفها مرة أخيرة كيف بدأ من وضع القاع شكل مثلث باليدين والرأس رفع شوف كيف يرفع القدمين ببطء بعد ذلك الوصول إلى الاستقامة كاملة والثبات لمدة عشر ثواني أبطال مراجعة الدرس يا أبطال فيديو المرفق هو لمهارة الوقوف على إحنا شايفين وقوف على الكتفين احسنتم يا ابطال. السؤال الثاني الفيديو المرفق هو لمهاره الوقوف على احنا نشوف هنا لا وجود اكيد للكتفين على الارض فاكيد ان الفيديو المرفق هو لمهاره الوقوف على احسنتم على الراس. في الختام يا بطل تاكد عدم عمل المهارات في المنزل لوحدك لان تتطلب وسائل امن وسلامه ومعلم او مدرب متخصص ودمتم بصحه ونشاط.